ويا عمدة المدينة وجينا عندك تنسفنا ويا عمدة يا مسعود ما بغيناش نوعد وبغينا الحلول ويا عمدة يا مسعود ما بغيناش نوعد وبغينا الحلول ويا عمدة يا مسعود ما بغيناش نوعد وبغينا الحلول ويا عمدة يا مسعود ما بغيناش نوعد وبغينا الحلول سيدي بس بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين أما بعد تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية من بعد مجموعة من المراحل النضالية اللي جات من بعد الانتظار ديال مدة 5 سنين في انتظار يعني حل الحلول الجذرية لمعضلة هاد المطرودين هادو ديال سيتي باص اللي كانوا تلقاو وعود بإنصافهم لم نلقى الأذان الصاغية باش نلقاو الحل لهذا المشكل ديالنا. هاد الوقفة هادي جات من بعد مجموعة ديال المراحل اللي خفقنا فيها بعد ما اكتشفنا التحايل ديال هاد المسؤولين في محضر مشبوه تمرر علينا مجموعة ديال المغالطات. فهاد السياق هذا كان يعني كان ناشدو الجهات المسؤولة والمعنية بفتح تحقيق في النزيلة، كما كنلحو على السيد العمدة يعني باش يشوف لنا حلول جذريه فيما يتعلق بالتصفيه الاداريه. وإلا ما تفتح لنا شيء الحوار في غضون هذا المسار هذا سنستمر في نضالاتنا. البرنامج سيشمل يعني الوقفه يوم الجمعه بتاريخ 11/8/2017 بمقر جماعه فاس، ثم يليه يوم الثلاثاء 15/8/2017 في انتظار فتح حوار مسؤول هنا بمقر الجامعة ديال فاس. فإن لم نلقى الأذان الصاغية سندخل في اعتصام مفتوح إلى حين يعني التسوية ديال الملف ديالنا بشكل شمولي، وإن لم نلقى الأذان الصاغية اقتضى الحال سندخل في إضراب عن الطعام. يا عمدة المدينة وجينا عندك تنسفنا ويا 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 عمدة المدينة. هذا عار هذا عار والمطرودين في خطأ، هذا عار هذا عار والمطرودين في خطأ، وهذا عار هذا عار والمطرودين في خطأ، وهذا عار هذا عار وهذا عار هذا عار والمطرود في خطر، هذا 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 عار هذا عار والمطرود.
خطر، هذا عار، هذا عار، والمطرود في 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 خطر. تأتي هذه الوقفات نظرا للحالة المزرية اللي كتعيشها هاد الفئة العريضة اللي عانت الويلات منذ 5 سنين، الحالات اللي وصلت لبعض اللي توفى بأزمات قلبية، منهم 5 ديال الحالات ديال الوفاة، كاين حالات ديال الطلاق، كاين حالات ديال التشرد، كاين حالات ديال التشتت الأسري، حالات ديال الكريدي اللي ضربت الأطناب ديال هاد الشريحة. في هذا السياق حنا كننتظروا حلول جذريه لمعالجه هذه المشاكل برمتها، والحمد لله يعني الخطاب الملكي كان واضح في هذا السياق، هذا يعني على الجهات المسؤوله تحمل كامل المسؤوليه. قرارات ملكيه وتطبيقات فيها هي، 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 وهذا كيجي نتيجة الحالة الاجتماعية اللي كتعرفها الطبقة هذه منذ 5 سنوات، وعلى الجهات المسؤولة في هذا السياق تحمل كامل المسؤولية ديالها. التنمية الاجتماعية والحلول الجذرية، التنمية الاجتماعية والحلول الجذرية، التنمية الاجتماعية والحلول الجذرية، التنمية الاجتماعية والحلول الجذرية، التنمية الاجتماعية والحلول الجذرية. بفضلك مولانا جود علينا، تهلك من طغى وتقوى علينا، بفضلك مولانا جود علينا، تهلك من طغى وتقوى علينا، بفضلك مولانا جود علينا، تهلك من طغى وتقوى علينا، بفضلك مولانا جود علينا، تهلك من طغى وتقوى علينا. والحمد لله.